السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. سبب تسمية عيد الفطر بهذا الاسم كلمة عيد لأنه يعود ويتكرر كل عام، والفطر طبعا لأنه يفطر المسلم بعد صيام رمضان، ويأتي عيد الفطر في غرة شهر شوال، وشوال هو الشهر العاشر من الشهور الهجرية، وسمي شوال أيضا بهذا الاسم قيل لأن الإبل كانت تشول أذنابها طلبا للتكاثر والتناسل، وقيل أيضا لأن الإبل تشول ألبانها أي تقل وتنقص الألبان بسبب شدة الحرارة في ذلك الوقت من التسمية. كل عام أنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.